أهلا بكم. قالت صحيفة الحياة الجزائرية أن مصدرا قضائيا أكد خبر ضبط اللاعبة البرلمانية عن جبهة التحرير الوطني سليم عثماني متلبسة بجرم الرشوة في بيتها في باب الزوار قبل أيام، عندما استلمت من زميلها في الحزب النائب كحال الوردين حقيبة بها مبلغا كبيرا قدره مليار سنتيم، مقابل وضعه في المركز الثاني وترشيحه للانتخابات التشريعية في قائمة جبهة التحرير الوطني لولاية قسنطينة. وبحسب الصحيفة لفت المعنية بالأمر الخبر واعتبرته شائعات مغرضة. وعلى صعيد متصل، لم ينفي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الأنباء الرائجة حول المداهمة الأمنية لبيت ابنه بإقامة الدولة بنادي الصنوبر بخصوص شبهة تلقي رشاوى مرتبطة بالقوائم التشريعية. لا يعقل أن أفوض صلاحياتي لأي جهة كانت، أنا من وضعت قوائم الترشيح ورتبتها وأتحمل مسؤولياتي كاملة، سواء نجح الحزب أو تراجع وأنا من سيدفع الثمن. هكذا رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على أسئلة الصحفيين. لا دخان بدون نار إذن، ولا مجال للشائعات هنا وهناك. خلافات ومناوشات داخل بيت حزب جبهة التحرير في كثير من مناطق الجزائر، والسبب الأول والأخير قوائم الترشيح المثيرة للجدل وحلول المال الفاسد محل ذوي الخبرة والكفاءة والنضال. رغم أن ولد عباس أكد على شرط الولاء لرئيس الجمهورية معيارا رئيسيا في الترشيح، قنبلة من العيار الثقيل فجرها النائب نور الدين كحال في قسنطينة لما أكد أن زميلته في البرلمان والنضال داخل الحزب العتيد سليمة عثماني تسلمت منه حقيبة فيها مبلغ كبير قدره مليار سنتيم، مقابل الموافقة على وضعه في المركز الثاني وتزكية الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة الحزب عاصمة الشرق الجزائري. على كل حال صعابطة ايه من الأقوات، بصح ما نعرفوش وين كان وراه جامي شنا، سقسينا عليه المناضلين اللي زونسي قالوا عابطه وناضل ودار ومش عارف اضرب داخو تسعينيات كامله ما كانش. وهذا ما يغذي تواتر اخبار استعمال المال او اشكار للظفر بمنصب في قوائم الترشيح، رغم ان الامين العام الجديد لما وصل الى امانه الحزب خلفا لعمار سعداني صرح غير ممر بانه حان موعد التصفيه ووداعا لشكاره. صراعات ومناوشات بالأيدي والأسلحة البيضاء كانت مناطق عديدة مسرحا لها، مثل ولايات قسنطينة والجلفة، بسكرة وتيارة وباتنا ووهران غربي الجزائر، وحتى في الخارج عندما فرضت أسماء في القوائم محل شك وريبة من قبل مناضل الحزب والناشطين في إطار الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما جرى في فرنسا وإسبانيا خصوصا. ماذا بقي من حزب جبهة التحرير الوطني إذن؟ هذا هو سؤال كثير من مناضلي الحزب وسياسيين ومخضرمين وحقوقيين. وما قيل عن الأفلان يقال أيضا عن حزب التجمع أو الأرندي اختصارا. ففي ولاية تسمسيلت مثلا رفض مناضل الحزب إعادة ترشيح محمد كيجي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لأنه حسبهم متهم بالفساد، وكيف يجد طريقه مرة أخرى لمبنى زيغيد يوسف؟ أما الشارع الجزائري ففي أغلبه ينظر إلى هذه الانتخابات كسابقها من أعراس السلطة ولن تؤثر في مجرى السياسة، كما أن هناك تساؤلات عميقة حول دور هيئة مراقبة الانتخابات ووزارة العدل اللتين لازمتا الصمت حول ما يجري في بيت الأفلان ومحيطه. تذمر واحتقان مستمران في غضون استمرار غياب الرئيس وعجزه عن أداء مهامه الدستورية، وهذا ما يغذي ما انتهت إليه تقارير دولية حول أن الأزمة في الجزائر مستفحلة وليس هناك تفكير جاد وعميق في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ما عدا الحديث عن انتخابات مرتقبة يراد منها الاستمرار لأوضاع البلاد. تقرير عثمان سابق معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن دكتور أنور هدام رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية. دكتور أنور هدام، يعني كنت مترشحا في آخر انتخابات تشريعية حرة ديمقراطية في الجزائر، انتخابات على وقع صراع وبالعكس حتى ضحية، سقوط ضحية في تيارت، وأيضا مسألة الشكارة والرشاوة والمال. أهلا مش تراجع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. السلام على ضيوف الكرام المشاهدين الكرام، شكرا على الاستضافة أخي جمال الدين. يا في حقيقة الأمر نحن نعيش يعني مأساة، حقيقة مأساة، لأنه الأمر يتعلق، وهذا يمكن أننا نتطرق لهذا الموضوع من على الأقل من زاويتين. يعني نحن هنا الحديث عن جبهة التحرير الوطني، هذا وليس باب الشعبوية، وإنما هذه
في الذاكرة الجماعية نتاع الجزائريين في أغلبيتهم الساحقة هي الجبهة التي التف من حولها أباؤنا وأجدادنا من أجل تحرير البلد، وها هي وصلت يعني لعبة في سراب يقطع طريق ما نقول عنا بالعامية بين يدي، لا يعني الناس لا يستحون من أي شيء. فهذا أمر خطير جدا، وهذا ليش خطير؟ لأنه هذا سوف يدفع، وقد دفع في حقيقة الأمر، بدأ أمر يستفحل في بلدنا، وهو أن الجيل الجديد والشباب أصبحوا ينفرون أي شيء له علاقة بجبهة التحرير الوطني، وهذا أمر خطير جدا، وهي ملك للشعب الجزائري كله، فينبغي استعادة لجبهة التحرير الوطني وجعلها من أجل التاريخ، لابد من تحريرها من قبضة هؤلاء وجعلها نحافظ عليها للتاريخ، وعلى الذين يريدون ممارسة سياسية من هؤلاء أنهم فلينشئوا حزبا آخر ويتركوا هذا للتاريخ. هذا من زاوية. الزاوية الثانية، نحن نتحدث عن انتخابات من أجل البرلمان، ونحن نعلم البرلمان يعني دولة القانون الذي نطمح إليها، والدولة التي وفي النظام وفي الحكامة الحوكمة الديمقراطية، أين ينبغي فيه التوازن أو يعني checks and balances بين مختلف مؤسسات الدولة. فهذه مؤسسات كبيرة الأساسية لأي دولة قانون، فالآن يعبثون بها بعدما أفرغوا مع الأسف الشديد من دلولها مؤسسة الرئاسة. الآن يتم وقد تم في حقيقة الأمر يعني العبث بمؤسسة كبرى أخرى كهذه مؤسسة البرلمان، فهذا أمر الحق. ولذلك كان الإمام عبد الحميد رحمة الله عليه، عبد الحميد بن بديس، يعني في كلمة في خطابه المشهور يعني يقول بأن لا يتم فيما معناه لا يمكن إصلاح اجتماعي بدون إصلاح سياسي. وكل هذه اللعبات وكل هذه المأساة تدفع. طيب خليك معنا دكتور أنور هدام لو سمحت. أستاذ سعد وعقبة الكاتب والصحفي انضموا إلينا الآن عبر الهاتف. أستاذ سعد وعقبة، ما رأيك فيما يحدث في الأفلان أبعاده ودلالاته، رشاوة ومداهمات أمنية وولد عباس ونفيه وعدم نفيه وعدم تأكيده، مداهمة حتى ابن شقة إقامة ابنه في كلاب دي بان مرتبطة كذلك بقوائم التشريعيات، وأيضا هذه النائبة المتورطة كما تقول صحيفة الحياة. هذا يطرح عدة قضايا أساسية في البلاد. قانون الأحزاب يمنع على الأحزاب السياسية ممارسة التجارة، فما بالك بممارسة الرشاوة في تولي المسؤوليات. يعني المسألة أكثر من اعتداء على الحق العام ومساس بالقوانين من طرف حزب هو في السلطة، يتجاوز إلى انحيار أخلاقي قذر غير 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 مقبول بالمرة، ويؤدي إلى تأزم في المجتمع على مستوى الأخلاق حقيقة. لأن هذا الحزب لو كانت الدولة تطبق القوانين لا يتعلق الأمر بمعاقبة قيادته فقط، ولكن يتعلق بالسعي إلى حله، لأنه تجاوز القانون، تجاوز القوانين اللي تتسير مثل هذه الأنشطة. والأمر هنا لما قلنا باللي التصريحات راها يغشاها أو يجتاحها المال الفاسد من أجل الحصول على الحصانة لتحسين الفساد في الحكم عبر هذه الأحزاب تاع السلطة، فكل الناس تتكلموا من فراغ، وهو الدليل بأن شراء القوائم وبيعها يتعلق بالفساد ولا يتعلق بمنافسة شريفة للمال الشريف. الأمر يتعلق بفساد خطير يمس كل هيئة الدولة بواسطة الأحزاب نفسها حقيقة. لما قلنا أيضا أن هذه الأحزاب وما تسعى إليه في تولي النساء بالكوطة لمسؤوليات هي من صلاحيات الشعب وليس من صلاحيات كوطة الرئيس ولا كوطة الحكومة، قالوا راك نظام تطور المرأة وتقدم المجتمع،
فاختاروا النساء في الكوطة من نوع هذه اللي ولات ولات واسطة واسطة للفساد عبر البرلمان وعبر وتستخدم بالحضارة. ولكن هي طبعا تنفي، يعني لازم ننقل وجهة نظرية، تنفي، تقول هذه شائعات مغرضة فقط لضربها، وأنه حصل في السابق حتى اتهامها زمن بالخادم، وهذه ليس صحيحا هذا الكلام. يا اخي هذا زميل علي سجلها في الواحد تاع التليفون، سجلها وهي تتحاور معها حتى ولو كان سجلها. هي واش تاع تتكلم في الموضوعات هذه تاع انها واسطه لجمع المال للمسؤول الحزب، واش تاع الحاجه هذه؟ وهذا زميلها ايضا في الوسمو ايضا لا بد من اذا كان يعني هل لديك معلومات توضح لنا استاذ سعد بوعقبه كيف هذا نفسه الذي طلبت منه مليار سجلها، وشكون الواسطة مع من؟ مع المسؤول الأول في الحزب؟ هل تقصد ولد عباس؟ يدور بها بالمقاهي، راه الآن تدور بها بالمقاهي والناس كل تسمع. والمصيبة أن مصالح الأمن ما تقومش بعملها. المفروض المصالح الأمن تلقي القبض على الناس هذو. لا وجود لحصانة لأناس يسرقوا جهارا نهارا، يستعملوا الحصانة في الاعتداء على 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 الحق العام. أنا أتذكر في عهد بطاط الله يرحمه لما فتحوا قضية الباسو في عهد السادي، في بداية عهد السادي، الأمين العام لرئاسة الحكومة قال لما عندكمش الحق دستوريا تسألوا مساءلة للحكومة، رد عليه عبد الكريم حساني رحمه الله، قال له يا سيادة الأمين العام تاع الرئاسة، أنا الجزائر هذه ضيعت عليها شبابي، والدستور اللي يحمي الفراق أنا ما تعرفش، الدستور لا يحمي الفراق، القانون لا يحمي الفراق. طيب ابقوا أستاذ سعد بوعقبه لو سمحت، ابقى معنا. عبد القادر الدين المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني ينضم إلينا عبر الهاتف من فرنسا. عبد القادر الدين، ما الذي يحدث في الحزب العتيد هذا بكل رمزيته، مثل ما يعني رمزية لا فلان أصبح عنوان فيما يبدو للحرب العصي والترشح وأيضا الرشاوى والأموال الملايير بالمليار. عبد القادر الدين يبدو أننا فقدناه. دكتور أنور هدام، يعني في مقابل ولد عباس طبعا يقول بأنه وإن لم ينفي الواقع في موضوع ابنه ومداهمة أين يسكن، يقول أنه عنده ثقة كاملة في أجهزة الأمن، دارك وشرطة وحتى قوات الأمن الداخلي، يعني قوات الأمن الداخلي للمخابرات. صدق ولو كذب، يعني في حقيقة الأمر يعني الذي يعرف عن قرب طبيعة النظام الجزائري، يعني لا يمكن أنك تحرك دولار واحد بدون معرفة الجزائرية. فإحنا نحن نقول صحيح نبارك اللي قاموا به من هذه الكشف هذه، ولكن هنالك أمور تحدث في الجزائر، والمخابرات مسؤولين لعدم التحرك للحفاظ على المال العام وللحفاظ على ثروات البلاد، لأنه وهذه ثانيا احنا انا على الاقل من جانبنا نحن في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية لا نريد ان نصبح لعبة بين المتصارعين داخل العلبة السوداء. فلماذا هذا هما صح وقعت هذه السرقة وهذه محاولة هذا الشكارة السياسية كما يسموها في بلادنا والمال المفسد للسياسة، لكن هذا ليس في لافلان فقط، هنالك جهات أخرى، هنالك من سرقوا البلد يعني بصفقات مشبوهة إلى آخره. فإذا عندما تقول صراع، أجنحة، هل عندك شك أن هذه التسريبات يعني مقصودة ضد ولد عباس ويعني ومحسوبين على ولد عباس؟ هو شوف، نحن لا نملك إلا أننا نحلل ما يحدث، لأنه ما عندنا ما يجري داخل العلبة السوداء هذه، ما عندنا ما يجري. يكذب من يقول أنه يمكن أنه اليوم بالتأكيد يقول من السلطة بيد من، ولكن نتساءل فلماذا يعني اليوم والآن جبد هذه المشاكل
وهنالك الشعب الجزائري كله يعلم بأن أمواله بددت، أن أموال المال العام يعني سرق بالملايير الدولارات يعني. هذا سؤال اطرحه أستاذ سعد بو عقبة، يعني هذا فيما يبدو فعلا يعني نار بلا دخان، يعني ولد عباس البارح كأنه لا ضمير، يعني الباطني، شعور باطني يتحدث عندما يقول أنه لا ينفي أو يؤكد، وإن كانت صحف جزائرية تعتبر ذلك تأكيدا عن فيما يخص ابنه ومداهمة وتفتيش بيته، يقول أنه عنده ثقة كاملة في أجهزة الأمن بما فيها الشرطة والدرك أوكي، ولكن بما فيها المخابرات، يعني المخابرات الداخلية، يعني الأمن الداخلي. يعني هل الأمر مرتبط بواقعة حقيقية حصلت وداخل فيها حتى المخابرات، أم بحسب كلام ولد عباس فهم منه، أم أنه ربما بحسب كلام أنور هدام ربما أيضا فيه جانب صراع أجنحة وتسريبات، جناح يضرب جناح، ضرب الأفلان وضرب جناح ولد عباس، أو من يضرب من، يبقى السؤال مطروح. هل لديك يعني مؤشرات، معطيات تحليل في هذا الموضوع؟ سؤال موجه لي؟ نعم ليك أستاذ سعد. نعم شوف، لا دخان بدون نار. ظاهرة دخول المال الفاسد في جبهة التحرير بدأ مع وجود مسؤولين على رأس الأفلان ليسوا في مستوى المسؤولية، من كوفياف الله يرحمه إلى أبو علان بن حمودة، ما كناش نسمعوا على كنا نسمعوا على تصوير الانتخابات وعلى أن الحزب يدخل في تصوير الانتخابات ويحط شكون يحب، ولكن ما كناش نسمعوا على سوق بشكارة يبيعوا يشريوا. ظاهرة الدراهم ودخول المال الفاسد جات مع هذا الخادم، وظاهرة دخول العائلات في تقرير مصير الأمور داخل الحزب وليس في مؤسسات الحزب جاءت مع هذا الخادم، أولاده دخلوا بالحكاية ثم ورثها هذا، والحكاية ولت عادية جدا. يا أخي واش دخل الأمير العام تاع لبنان هو هذا ولد عباس، واش دخل أولاده بالحكاية؟ واش جاب ولاده حتى يوليو يتاجروا، حتى لو كان ما كانش منها، وعلاش الناس تهضر عليه لو كان ما كانوش جدا في القضيه؟ علاه ما عدوش عليه قبله؟ علاه ما عدوش على ولاد بن حموده؟ علاه ما عدوش على ولاد طيب يعني؟ ولكن فيما يخص المال استاذ سعد بو عقبه، ولا اقول الافلان كذلك، يعني حتى اثناء الثوره يعني وبعد الاستقلال بالعكس كانت هناك صراعات حتى على اموال جبهة التحرير، يعني اغتيالات خيضر واغتيالات أخرى مرتبطة بالمال، يعني أموال التضامن الشعبي بعد في زمن بن بلة وغيرها، أليس صحيحا؟ صحيح، هم كانوا يدفعوا يديوا دراهم تاع الدولة كانوا مسؤولين، ولكن ما كانوش يدخلوا العائلات تاعهم في تسيير الشعب العام للدولة، كانوا عائلاتهم ما تدخلش من المسائل هذه. ثم هذه الحكاية تاع يعقب عليها القانون، القانون يقول ممنوع التجارة في الأحزاب، فما بالك بوجود الرشوة أصلا؟ وتخيل معايا لو كان حزيب آخر ولا حزيبات أخرى معقولة، ولكن حزب حاكم يا أخي، حزب وعدوا الأغلبية في البرلمان، يعني احنا تجاوزنا مرحلة تزوير الانتخابات، تزوير إرادة الشعب بالأصوات إلى تزوير المرشحين، تزوير إرادة الشعب راهي جريمة يعقب عليها القانون، خيانة عظمى المفروض اللي موجودين في السلطة الآن من الرئيس حتى الآخر بواب في الحكومة يتحولوا للعدالة على أساس أنهم يزوروا بإرادة الشعب بالمال تاع الشعب، يحولوه لهؤلاء السراق اللي يسموه رجال الأعمال، وبها يشريوا براسهم في الحصانة ويحميوا أرواحهم في الحصانة ويعادوا يسرقوا ويسرقوا يسرقوا ديناتهم. هذه مسائل لابد أن تطرح، لابد أن 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 نتجاوز السقوط، لازم نقول الحقيقة، هذو تجاوزوا حدود الجريمة إلى حدود الخيانة العظمى. طيب دكتور أنور هدام، ما رأيك؟ يعني يحدث هذا خاصة يعني في الأفلام برمزيته في جبهة التحرير الوطني، وإن كان هناك من يفرق جبهة التحرير برمزيتها التاريخية وحزب جبهة التحرير الحالي الشكارة، ويعني الذين لا ماضي نضالي حتى في الأفلام فجأة أصبحوا مرشحين وقياديين وحتى يعني نواب رئيس البرلمان. أنا بكل صراحة يعني
وهنالك العديد من داخل المجتمع نتاعنا، من الشعب نتاعنا عنده يقين بان هنالك مش قضيه المؤامره، وانما هنالك لعله مخطط لضرب التاريخ الجزائري، لانه القضيه هنا ليست باي حزب عادي، هذا حزب جبهه التحرير الوطني التي جعلت من الجزائر تكون مقدامه السباقه في الحركه التحرريه عبر العالم. لا ننسى هذا الامر، هذا يعني استطاعت انها والو بفوشيه، ما كان عندهم ولا شيء، واستطاعوا انهم يجعلوا يعني الشعب يلتف ينتفض من القابليه للاحتلال، ودخل في ثوره في حرب تحريريه رهيبه يعني. فهذا الحزب كان من المفروض انهم يحلوه مباشره بعد الاستقلال، حتى يحافظوا على التاريخ الوطني، على الذاكره الجماعيه للشعب الجزائري. وبدأوا جيل بعد جيل يتلاعبون بهذا وأبعدوا وجعلوه آلة. حتى ولد عباس يتحدث بهذه الشرعية التاريخية الثورية، يقول أنه لابال الوحيد اللي يفتخر به أنه محكوم عليه بالإعدام، وأنه مجاهد وناضل من أجل الجزائر، وأنه أقدم، حتى يقدم نفسه أنه أقدم طبيب في الجزائر. هذه مسكين يعني الرجل هذا، صراحة جعلوه هذا الداخل، يعني إذا أردت أن تفسد مؤسسة جعلت على رأسها يعني أصحاب الرداء، خلينا نستعمل العبارة نتاع السمهري رحمة الله عليه. فالقضية يعني راهي أبعد منه مسكين، يعني القضية أبعد من الرجل هذا، ما المفروض راه متقاعد يعني. فالقضية مش ماشي هنا، القضية هو أنه لماذا هذا الحرص على ضرب الذاكرة الجماعية نتاع الشعب الجزائري، ولماذا؟ فأنا هنا أنادي حقيقة الوطنيين من أصحاب جبهة التحرير الوطني التاريخية أنهم يهبوا ويجعلوا حد لهذا التلاعب التاريخ. طيب. ابقى معنا دكتور أنور لو سمحت. طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. طارق مراح، ما أصداء هذا ما سميت بقنابل يعني تفجر قنبلة الرشوة الآن في أكبر حزب في الجزائر، حزب برمزيته التاريخية في الجزائر شعبية، لما أنه لم يعد يعني تفجرت قنابل أخرى ربما في هذا الموضوع بمقدار بقنابل نووية صح التعبير على مستوى الرشاوة، ولم يعد مليار أو مرتبط بأفلان أو غير أفلان أو انتخابات أو شكارة، لم يعد يهز الجزائريين. نعم، مساء النور أخي جمال، وتحياتي موصلة لك ولكل ضيوفك الكرام. أما ما تعلق بهذه القنابل كما وصفتموها التي تنفجر تباعا في الحزب، حزب الأفلان وغيره من الأحزاب، وهو تعبير صريح عما وصلت إليه مستوى، عما وصل إليه مستوى النضال السياسي في الجزائر إن صحت تسميته بالنضالي، بات هذا المعترك وهذه الساحة ملوثة بالمال الفاسد هنا وهناك، بات الأمر خاضعا لقانون التجارة البيع والشراء، عرض وطلب ووسائط هنا وهناك تعمل على يعني تكريس هذا الممارسات الغير قانونية والمجرمة بقوانين ومواد صريحة قد تصل عقوبتها إلى يعني 20 سنة سجن نافذ بعض الأحيان وفي بعض الحالات. هذا الأمر بات من الخطورة بمكان، خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم متلبس بها كما حدث حملة الحياة على الأقل مع تلك التابعة لحزب الأفلان التي تم ضبطها متلبسة برشوة وبرشاوة يعني بقيمة مالية يعني رهيبة، الأمر الذي أحدث فجرة بين الجزائريين، وبات الجميع يعني في دهشة من أمره، خاصة مع اقتراب مواد التشريعيات التي يقدمونها أو يحاول النظام أن يقدمها لنا، بأنه يعني هي عرس انتخابي وهو بعيد كل البعد عن 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 يعني الفعل السياسي النزيه، الفعل السياسي الذي يتجه بالاوطاني وبالبلداني والاممي الى مصاف الدول المتطوره المتحضره او التي تصنع قرارها
وتساهم في توجيهه نحو الأفضل. طيب استاذ سعد معقبه لو عدت اليك، ولكن هناك الذي يقرا ربما بعض التدوينات لمناضلين في الافلان، يعني هناك من له راي يقول انه ما يحدث للافلان حتى في موضوع فرض مرشحين من خارج الافلان مؤامره ضد الافلان، ربما حتى لاعطاء افضليه للارندي ليحيى. ما رايك في اطار صراع بين اجنحه في السلطه؟ كلام معقول ام كلام مبالغ فيه؟ حتى لو كان يكون هذا الفرضيه موجوده والافلان هذه اللي كانت على ديدانها واجهت الحلف الاطلسي وفرنسا وديزيام بيرو ماش قادره تكشف على عيب الارندي، هذا كلام زائد، هذا كلام ما عنده حتى معنى. حقيقه في الارندي يتم تصوير ارهابه المناظرين تاع الارندي بشكاره، وحوالي 30 واحد مترشحين على راس القوائم في الارندي بشكاره، حتى هما داخلين في حكاية الفساد. وفي الفلان أيضا الرواح كانت أكثر خرجت للرأي العام. وهنا يتطرح السؤال، هل تزوير الانتخابات ومنها تزوير الانتخابات باللجنة الوطنية هذه اللي قالوا مدثرة، هل الآن تقوم اللجنة هذه بدورها أم أنها تزوير إرادة المناضلين في الأحزاب بتزوير ارادتهم في ترشيح الناس اللي يروهم مناسبين للبرلمان، تزويرهم من طرف قياده هذه الاحزاب، هل هذا تزوير ولا لا؟ هل اللجنه الدستوريه هذه تاع دربان من حقها الان تسكت وتقول باللي الامور تاع اعداد القوائم تم بدون تصوير؟ والناس تبيع في التوقيعات في الشوارع بالملايين وتبيع في رؤوس القوائم بالملايير، هل هذه انتخابات؟ أما إذا لا، هل هذا سوق؟ إذا مشينا بهذا، من يقول لي أن غدوة لو كان لا قدر الله الرئيس قال يا مريض ولا وتم تطبيق المادة 120، شكون يقول لي ما يحطش الكرسي تاع رئاسة الجمهورية في المزاد العلني أيضا ويتباع حتى هو في الشوارع كما راه تتباع المقاعد تاع البرلمان؟ هذه مأزلة وفضيحة بين الأمم في القرن العشرين، يعني في القرن 21 فضيحة تم من طرف هذا الناس. هنا الجيش الوطني الشعبي اللي وصلنا لهذه المرحلة يتحمل مسؤوليته الآن، وعليه أن يسيح هذه المزابل كلها ويأخذ مسؤولياته في إنقاذ البلد، لأنه هو اللي وضع هذه الفضائح على رأس هذه المؤسسات. طيب دكتور أنور هدام، هناك مطالبات من بينها الخبيرة في القانون الدستوري فاتحة بن عبو تدعو رئيس اللجنة الهيئة العليا لمراقبة التشريعيات دربان إلى التدخل مع ما برز من وبشكل واضح فيما يخص الرشاوى بالمليارات للترشح لهذه الانتخابات. والله يعني شوف، يعني خلينا نكون صراحة، يعني هذه المؤسسات هذه أولا يعني سيبو دربال هذا بيدو إيش، يعني ما عنده حتى شيء، ما يقدر يدي حتى شيء، يعني يا دوبك يعني في القضية. نعم ويعيد بانتخابات نزيهة واختيار على أساس أنه من التيار الإسلامي وبالتالي المفروض عنده صلاحيات. والله يشوف مسألة هذه تاع التيار الإسلامي إلى آخره، يعني حقيقة الأمر يعني أنا يا هذا الكلام عن التيار الإسلامي يذكرني بوصية الشيخ محمد سعيد رحمة الله عليه رئيس البناء الحضاري رحمة الله عليه، إنما كان يؤكد على مسألة التربية اللي هي الرصيد الاستراتيجي للدعوة الإسلامية، يعني أصبح الإسلامي رمز للفساد. أنا أتحدث يعني شكارة كذلك لا يتم الحديث عن الأفلان أو الأرندي فقط، حتى شكارة في الأحزاب الإسلامية طبعا الإسلام، أنا أتحدث هنا عن الإسلامي الرسمي، يعني الإسلامي الرسمي أصبح عنوان للفساد كذلك. فلذلك الشيخ بن باديس صراحة يعني وضح الأمر هذا كله، لأنه قال إنه لا يمكن إصلاح اجتماعي بدون إصلاح سياسي، فنحن كل هذا الفساد اللي راه موجود لعله في خير، لعل الشعب ينتفض،
ويطالب بإصلاحات سياسية حقيقية بدل من دفع الشباب إلى أنهم ينفروا السياسة وينفروا حتى أصبح يعني هذا العمل هذه من حقيقة نراه كذلك يمس حتى الأمن القومي، لأن عندما المجتمع عندما الشعب عندما الشباب لم يعد يهتم بهذه الأمور، لم يعد يهتم بمن يكون في هذه المؤسسات الدولة، مؤسسات يعني الأساسية التي من المفروض تخدم الشعب هذا. ولكن هناك منها ربما على المستوى الشعبي، هل هذا ما يحدث طارق مراح؟ أنه كذلك ربما الذي يتابع أنه حروب العصي كذلك وسقوط قتيل في المناوشات بالعصي في تيارت، هناك من يعني معارك كذلك للترشح في هذه الانتخابات في الجزائر. طارق لي هذا السؤال؟ هذا طارق مراح المحامي الناشط حقوقي هو في الجزائر، انت ربما كذلك تابعت في الجزائر طارق مراح انه يعني على ارض الواقع يعني حديث في مقابل لما تاتي الانتخابات نلاحظ معارك بالعصي وبالملايير حتى من اجل الترشح لهذا البرلمان، ليس كذلك؟ نعم، هي سلسله من الجرائم ترتكب هكذا علنا وكل يوم بين جماعات وعصر وطارة تتوسم بالقبلية، طارة أخرى بانتدادات في الجزائر العاصمة، طارة أخرى بحسابات أخرى مختلفة ومتنوعة، يعني صارت مشاكل في ولايات كثير من الولايات، تسبب ذلك في مقتل شخص في تيارة ونتأسف لهذا هذه الجريمة، كذلك الأموال الفاسدة التي كما تعرضتم في معرض حديثكم كتلك التي حدثت مع ابن أمين عام الأفلان، وهو الذي لم ينفي يعني ما قامت به قوة الأمن في مداهمة طارق مراح موريتي، كذلك كثير من الفضائح المتسلسلة التي أفضل أنا كقانوني أن أتعرض لها من جانب قانوني. طيب من الجانب القانوني كان وزير العدل بالعكس هدد بأن العدالة ستضرب بيد من حديد في هذه القضايا إذا برزت قضايا رشاوة في الانتخابات في قوائم الانتخابات التشريعية. نعم، كل الفضيحتين اللتين المتتاليتين اللتين حدثتا مؤخرا المتعلقة بالسيدة سيدة الأفلان والمتعلقة والجريمة الأخرى المتعلقة بنجل أمين عام الأفلان، هما يعني جريمتين خاصة المتلبس بها المتعلق يعني بمتعلقة بسيدة الأفلان وهي متلبسة بجريمة الرشوة، التلبس بجريمة الرشوة هو فعل مجرم يعني صراحة ويكيف على أنه جناية تبعا لقانون 0601 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المادة يعني كثير من المواد تتكلم على هذا الموضوع على هذا الجريمة النكراء منها المادة 25 التي يعني تنص صراحة على أنه كل شخص يعني عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وتعاقب هذه المادة مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات يعني سجن نافذ وبغرامة من 200 ألف دينار جزائري إلى 1,000,000 دينار جزائري. هذا الجرم يعتبر جرم يعني جرما شنيعا على النيابة العامة أن تتحرك وبسرعة لمحاسبة مرتكب هذا الجرم لأنه مساس بالحق العام ومساس بالنظام العام، كذلك الأمر الذي يستدعي أو يتوجب على النيابة العامة أن تتدخل لفكه ولحلحلته ويعني اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذه بسرعة. طيب. أما ما تعلق بالحصانة البرلمانية التي يتكلمون عنها هنا وهناك والتي أثير بشأنها لغط إعلامي مؤخرا، فإجراءات مباشرة يعني مباشرة إجراءات رفع الحصانة معروفة لدى يعني في القانون، يقولوا باللي رايح تكمل يعني هذا العهد نتاعها لأنها نائبة حاليا،
ولا طيب. لا يفصلها عن ذلك يعني في 13 او 14 طيب. يعني محاسبتها امام طيب خليك معنا طارق مراح لو سمحت، او ينضم الينا الان نور الدين بالمداح البرلماني عن جبهه التحرير الوطني. نور الدين بالمداح، ما رايك، ما الذي يحدث في فيما يحدث في لفلان، وانت كنت برلماني في البرلمان الحالي، تم اسقاط ترشيحك مره اخرى في الانتخابات التشريعيه المقبله، ما الذي يحدث في لفلان؟ رشاوى وملايير. نور الدين بالمداح، ارجو انك تسمعني. نور الدين بالمداح نائب عن جبهه التحرير الوطني الجاليه الجزائريه في اوروبا، ارجو انك تسمعني. مرحبا اخوي صافي. ما الذي يحدث في لافلان؟ هذه قوائم ترشيحات، وهذا شيء كل الانتخابات يحدث، ممكن عقل حده، لكن هذا موجود في لافلان، ممكن موجود في احزاب اخرى. في 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 احزاب اخرى، ولكن لافلان المفروض عنده رمزيته، ولكن ليس كذلك. جبهه التحرير الوطني، جبهه التحرير اعطيناك عهده، يعني مفروض رشاوى ومليار ومخابرات، يقول الامن الداخلي ولد عباس ودرك وشرطه ومداهمه ابن ولد عباس وغيرها. شيء مرتب. طيب انت كنت انت ما زلت العهده البرلمانيه الحاليه، لكن تم اسقاط ترشيحك في الانتخابات في التشريعيات المقبله في القائمه قائمة التشريعيات ماي، يعني وهذا أثار كذلك تجاذبات وصراعات حتى بالعصي وسقوط قتيل. لا أنا على أنا على تنحيتي ما كانش سقوط قتيل ولا صراعات، أنا كانت استقالة على القسمة تاع الحزب في إسبانيا، وكانت تتلوها بعض الاستقالة في المنطقة تاعنا، ولكن أنا أتحدث عن القوائم بشكل عام، يعني في تيار تسق سقط قتيل. للأسف يعني للأسف توفى شخص هو عم نائب في الدوري التيارت رحمه الله، وشخص شاب للأسف، احنا لا نتعود في هذا المصاب الجليل لان عندي عائلتان عائلتي فقير، فقدنا اهل الرحمه والمغفره وكل توهجنا ان شاء الله. طيب يعني انت كنت تقول انه ما فقط ما حصل في الجزائر في بالنسبه لاوروبا، انه استقاله قسمه الافلان في اسبانيا وفي في المانيا، يعني اليس هذا الكلام مبالغ فيه؟ قسم الافلان في اسبانيا وفي المانيا، يعني ربما الحديث عن قصه قسمه في بلديه من بلديات الجزائر، هناك من يرى انه هذا الافلان اصبح عنوانا كذلك باسم القسمه وباسم تاريخ الافلان، عنوان للتكسب وللبحث عن الحصانه وعن الجاه والبرلمان. كل واحد يقول شي حق لا تسال عليه، لكن كاين قسمات عجبة التحرير الوطني موجودة بالخارج، القسمات قدمت الحزب وراضت مع الحزب وداروا وقع مع الحزب، لم يتم الاستماع إلى رأيها في هذه الانتخابات، فالقسمات في إسبانيا قررت أن تنسحب وأن تستقيل وهي حرة على كل حال. قسمتنا في ألمانيا نفس الشيء، رغم أنه اللي رشح عجبة التحرير الوطني رشح سمرة اللي هو من ألمانيا، قررت كذلك ان تنسحب لانه راه في القائمه شخص لا علاقه له بالحزب، لم يكن ولا يوم مرادا بالحزب، مستواه العلمي والتعليمي لا يرقى ان يكون مرشحا باسم الحزب، فانقسمت رأست الامانه العامه للحزب وهي تنتظر القرار. طيب من يفرض هؤلاء طبعا، وما رايك استاذ سعد بوعقبه وهو معنا في مقاله في الخبر يقول الان حصل باطل وعرفنا نوعية البرلمان الذي سيشرع لنا مدة 5 سنوات أخرى، إن لم يلطف الله وتلغى هذه الانتخابات، وإذا جرت لا قدر الله فإن البرلمان القادم سيكون أسوأ من البرلمان السابق، ما رأيك؟ أنا أتمنى أن لا يكون ذلك صراحة، لأنه هذه مؤسسة تشريعية، مؤسسة مهمة، هي من كما يقولوا عرصة من عرصة تاع البلاد، تشكيك حتى فيها وفي مصداقيتها اثر كثيرا بالجزائر هذه، ولا اتمنى ان يكون حتى التشكيك ولا حتى ان يكون نوع البرلمان نوعا ما في مستوى رديء، لانه هو مؤسسه جد مهمه، مؤسسه تشريعيه، وعلينا ان ندخل في ثقافه احترام مؤسسات الدوله الجزائريه. فاتمنى ان يكون الاشخاص الذين يضعهم جبهه التحرير الوطني وتضعهم احزاب اخرى يكونوا في مستوى ويرقون الى
تمثيل الشعب وتمثيل يكون احسن ممثل على هذه المؤسسه المهمه جدا. انت نائب برلماني، في اعتقادك لماذا البعض مستعد يدفع مليار او زوج ملاير او ثلاث ملاير، حتى الحديث ربما عن مبلغ اكبر، من رجال اعمال ليكون نائب فيلم في البرلمان؟ لماذا؟ والله انا يعني ما عنديش هذا المبلغ باش نحطه باش يكون عندي هذه الاجابه. لا انت تعرف بالبرلمانيين يعني انه الناس وضعوا ملايير باش يترشحوا في الانتخابات، وكانوا ما كانوش في الافلان واصبحوا فجاه في الافلان وقياديين في الافلان ونائب رئيس البرلمان مثلا او نائب رئيس الكتله البرلمانيه في الافلان. لماذا؟ هو شوف على كل حال هذه ظاهره موجوده حتى في اوروبا، كان بعض الاشخاص اللي عندهم المال ويبحثوا على يكونوا نواب اوروبيين. هذا شيء موجود، هذا حق يعني كان نواب في البرلمان. ولكن تبقى انه الحزب المعني انه يشوف هذا الشخص هذا المال تاعو مال فاسد غير فاسد، واش الاضافه لحزب الحزب والقرار يوضع في القائد ولا ما يرش القائد. احنا ما نقولوش انه الشخص اللي عنده المال هو غير مرغوب فيه، هو لازم يدير سياسه، الحق يدير سياسه، الحق يكون متحزب، فقط انه كاين بعض الضوابط وبعض الاخلاق لازم تكون في حتى في عمليه الاختيار تاع الشخص هذا. ولكن ما نتحدث انه شخص يدفع المال لازم يكون في القوائم، من ضمن هذا امر مهم للحزب اللي يقبل هذا الشيء، امر مهم كذلك للشخص اللي يقدم رشوه باش يكون في القوائم الانتخابيه، وهذا اللي يخدم طبعا لا يخدم اي شخص، يخدم اي احد اي طرف. شكرا جزيلا لك نور الدين بالمداح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني. أستاذ سعد أبو عقبة، إلى أين مع هذه العناوين؟ هل تتوقع أن يحصل شيء مع كل هذه عناوين الرشاوة؟ أولا إلى ولد عباس، أمن الأمر يتجاوز ولد عباس والأفلان مع ما تعيشه الجزائر، وسؤال كبير أين الرئيس والوضع الاقتصادي وغيرها؟ هو البلاد الان في محنه حقيقه، الانتخابات لم تعد يعني مشكله تاع فساد برك، ولات مساله بالامن القومي تاع البلاد وعدم الاستقرار، لان التوتر اصبح عالي في المجتمع الان. والمصيبه انه معظم احزاب الحكم برك اللي فازه، حتى احزاب الاسلاميه اللي ترشح اللي اتحدت في المده الاخيره قدمت ناس يعني مضحكه. نضرب لك مثال في عاصمه الجزائر، يهان سكان عاصمة الجزائر يجيبوا لهم واحد منصور الأعراف يرشحوهم على راسهم هنا ويحوسوا على شعبية في الجزائر، يعني كاين إهانة لسكان العاصمة أكثر من هذا. أحد هؤلاء يجي للتلفزيون الجزائري، التلفزيون الخاص اللي دارته السلطة، ويقول احنا ترشحنا بناء على كريتير أننا عندنا إمكانيات باش نوصلوا مصانع الامن يعطونا الملفات القاذره باش نعرضوا بها المترشحين اللي يكون ترعينا من احزاب اخرى. هذا من الاسلاميين ومترشح في عاصمه البلاد، يقول راني عندي يد طويله مع مصانع الامن يعطوني الملفات تاع الفساد ونحارب بهم الناس، هذا باش نفتح. مثل هذا الكلام يتقال في قناه تقول انها الاولى في البلاد، ولا نيابه عامه تتحرك، ولا حكومه تتحرك، ولا احزاب تتحرك، ولا حتى شعب يتحرك. شكرا لك سعد بو عقبة، طبعا حق الرد مكتوب مكفول لاي شخص ذكرته سعد بو عقبة ولمحت اليه المغاربيه الراي والراي الاخر. نشكرك استاذ سعد بو عقبة الكاتب صحفي تارق امراح، الوقت يضغط علينا في الاخير، ما رايك استاذ سعد بو عقبة؟ يقول الامر اصبح متعلق بالمشكله تجاوزت موضوع الافلان والانتخابات، القضيه قضيه امن قومي مع تعيشه الجزائر. نعم اصاب في مقاربته، وهو الظالع في هذا الشأن والعارف يعني بكل تفاصيله، خاصة إذا قارن ما وصلت إليه الجزائر الآن يعني بوضعها في سنوات فارطة وفي عقود فارطة. الأمر بات من الانحلال ومن التفسخ ومن التميع ما بلغ منه يعني مبلغا بات لا يطاق المشهد السياسي. دخل للبيع والشراء، دخل الى العرض هكذا علنا، والقانون غائب يعني تماما. النيابه العامه لا تتابع هؤلاء مع انه يتناهى الى مسامعها عبر وسائل الاعلام والوسائط الاجتماعيه
ما يدور في يعني في دوليه الاحزاب السياسيه وفي ما يدور في مقراتها حتى. طيب. وباتت التفويضات اخي جمال تباع او تعرض حتى في المقاهي، هذا هزال ما بعده هزال. فقط ندعو الله ان يخلص البلد من هذه الايات. شكرا جزيلا لك طارق مراحل المحامي الناشط الحقوقي. دكتور انا اروح قدام في الاخير، ما رايك المساله مساله امن قومي يقول الاستاذ سعد بوعقاب؟ إيه نعم، وانا هذا الذي اشرت اليه في حقيقه الامر. هو شوف لما الامر بيوصل ان نائب في البرلمان الان ضيفكم الكريم هذا يتكلم عن الموضوع وكانه شيء طبيعي وشيء عادي ويقول حتى في اوروبا، هذا كلام. نحن عايشين في الغرب ونعرف كيف تمشي الامور، يعني عندهم حتى الكرامه، حتى الكرامه ما تسمح للانسان انه يشتري مقعده في البرلمان، يعني فهذا هذا غير صحيح. فهنالك فساد كبير في الجزائر، وفساد حقيقة يؤدي إلى انهيار تام لمؤسسات الدولة. وهذه البرلمان راه مؤسسة من المؤسسات الأساسية التي من المفروض أنها تحمي مصالح استراتيجية تاع الجزائري. شوف نحن شوف هو كان أمرين أساسيين ينتهي بهما بسرعة. يعني النقطة الأولى هي أنه نرى بأن فيه غياب تام للأخلاق، ولذلك كان ضرب الصحوة الإسلامية لضرب الأخلاق نقولها بصراحة، وكذلك في غياب تام للثقافة. الصحوة الإسلامية مترشحون في هذه الانتخابات، كنت تسمع سعد بوعقاب يعني، وأنت كنت تقول بأنه شكارة كذلك وصلت للإسلاميين، وحكاية الصحوة الإسلامية هذه فيها علامات استفهام. هذا الذي قلته الإسلاميين الرسميين، حتى لا أشكك في إسلاميتهم، وإنما إسلاميين رسميين. نحن نتحدث عن أبناء الصحوة الإسلامية الحقيقية الأصيلة التي لازالت ممنوعة إلى يوم الناس هذا من حقها في الساحة السياسية، نقولها بكل صراحة. فهنالك بعضهم أنت تعرف التاريخ، يعني حتى قبل الانتخابات يعني هناك من قدم نفسه من أبناء الصحوة الإسلامية وانقلب عليكم مثلا على الفيس بعد الانقلاب 92 واستوزر ووصل وحصل على مناصب وغيرها يعني بشواهد وبالأسماء، وأنت تعرف يعني انت راك فتحت باب مهم اذا كان صح لازم نحلوه مليح. يعني نحن قلنا منذ البدايه الجبهه الاسلاميه الانقاذ كجميع الاحزاب الجزائريه تم اختراقها، ونحن قلنا من يوم البدايه بانها مختار، وقد رب شف عندما فازوا الى ضد الجبهه الانقاذ. فاذا القضيه راهي ماهيش اي واحد يدعي، ولذلك ما طلع عليك دائما يذكرنا بأنك تعرف أن أعرف الحق تعرف أهله. إذن القضية كما قلت هنالك أخلاق إسلامية غياب تام، ولذلك لابد من العودة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التربية الجيل الصاعد، وكذلك الأخلاق. رأي آخر دكتور أنور الدام يقول أنه مظاهر التدين حتى ليس فقط الأحزاب الإسلامية، الأحزاب الأخرى تتحدث بسم الله تبني، هناك من يبني حتى ربما مساجد ومستعد يدفع مليار يتبرع لبناء مساجد ويتبرع بمليار وزوج ملايين باش يترشح رشوه باش يترشح في الانتخابات، في مقابل يعني البعد الاسلامي والديني يعني فيه نقاش. دول اخرى لا علاقه لها، كوريا الجنوبيه مثلا تم اسقاط والاطاحه بالمحكمه الدستوريه رئيسه منتخبه فقط بشبهات استعمال نفوذ، وليس حتى ثبتت رشاوي عليها. هو شوف احنا نتحدث هنا على بالك هذا مواضيع مليح لو كان المغاربية تعطينا وقت كافي نحكيو عليها في المستقبل القريب ان شاء الله، لان القضية ماهيش قضية تدين فقط، نحن نتحدث عن اخلاق. الاخلاق يعني ما هي القيم، وهذه القيم اللي هي في الحقيقة قيم انسانية لقد جاء بها الحضارة الاسلامية، جاءت بها من القضايا الاساسية هذه. مثلا تو فاليو يعني انك تعطي قيمة للعمل، تعطي قيمة للمال يعني تعطي قيمة لكذا، ماهوش يعني الكلام هكذا يعني هذه باسم يعني يا ربي دقن وربي كذا وراه الإسلام وخلاص. ما نفس الشيء، لا ينطبق يعني المشكلة في الأخير المشكلة مشكلة أخلاق يعني سواء إسلامي أو غير إسلامي، يعني بالعكس أنه ربما يدان أكثر الذي يستعمل مثلا رمزية الإسلام ورمزية الأفلان والشرعية الثورية والنضال والجهاد اللي يتورط في قضايا مثل ما يحدث في لافلان بالملايير الرشاوة وغيره. شوف أنا عارف أنه فيه هنالك حملة شرسة
باسم او الادعاء لعدم احتكار التعبير باسم الدين، ونحن نرفض لاي كان احتكار التعبير باسم الحقيقة الدينية، ولكن منع المجتمع، منع المواطن من حقه في التدين، من حقه في التعلم الاخلاق الاسلاميه هو الذي يؤدي. طيب ما رايك في الطرح؟ سؤال اخير، الوقت والمخرج يقول انت سؤال، ما رايك في الطرح الذي انت كنت تقول مفروض رمزيه الافلان لا يجب استعمال الافلان برمزيته براس ماله التاريخي في اللعبه السياسيه القذره، وكذلك لا يجب استعمال الاخرى الاسلام او الدين كذلك في دقيقه لو سمحت. كذلك انا وهذا الذي اقوله، لا ينبغي استغلال لمآرب سياسيه، ولكن انت اذا كان يعني فرغت المنظومه التربويه من القيم تاع المجتمع، اي مجتمع كان، فهنالك انهيار المجتمع. هذه الذي اتحدث عنه، لا يحق لاي كان احتكار التعبير بين هذه باسم هذه المكونات الاساسيه للمواطنه الاساسيه للشخصيه الجزائريه، فيها الوطنيه، فيها الاسلام، فيها المسيحيه. طيب. العربيه، ولكن هنالك كان ننتهي معليش، كذلك الجانب الاخلاقي، اخلاق الديمقراطيه. شكرا جزيلا لك. انما الامم واخلاقه كما يقول شاعر، اذا ما تخلقه مذاهبك، يقول شاعر العربي. شكرا لك دكتور انور هدام، رئيس حركه الحريه والعداله الاجتماعيه. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء.